هنا عندي ناخذ اللحم شوي، ضروري نحمص البصل ويا اللحم يكون مثل ما تشوفون. وعندي بيض تقريبا حيكون حسب الرغبة، البيض يعني يكون ممكن بيضتين ممكن ثلاثة وأربعة. هسه هنا اوكي ناخذ سلم الثوم حتى نقطع ناعم، هذا الشكل. عباس هسه انت بالاول خليت زيت عادي، خليت الزيت العادي زين، وبعدين نزل. جبت اللحم المفروم خليته اوكي، وبصل قبل. احنا دائما شف عباس انه نخلي البصل طبعاً قبل اللحم صح، نخليه ماكو مشكله بس يكون البهارات البصل البهارات لا بعد بالاخير ورا ما يتحمص بالاخير تضيف البهارات. اي طبعا بالاخير تمام. طيب شيف عباس، هاي بالنسبه اذا كان لحم يعني مفروم جاهز، اكو لحم القطع اللي احنا نقطعه اكيد يتاخر بالتحميص يعني، فاعتقد يضيفوه قبل البصل ولا ويا؟ لا هو اللحم كافة المعروف عليه يتحمص ويا البصل يعني سوي. طبعا سوي نعم. تكون الزفره ما زفره ما راح تبقى عندنا، ممكن الثوم وياه، انا خليت سن من الثوم وياه حسب الرغبه راح يكون الثوم، ممكن اكو بيهم ما حد يحب الثوم. وبهذا الشكل هسه تحمص بهذا الشكل. ايش راح اضيف؟ من حمصنا البصل واللحم راح نضيف البهارات التوابل اللي عندي هنا الكمون راح يكون موجود اوكي، هنا الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اللي معروف عليه هو الكثره مالته اللي هي تسوي الاكل حار، بس هو كنكهه موجوده نكهه الفلفل الاسود، يعني مو كل من يخلي مثلا فلفل اسود صار الاكل حار، لا تكون هي نكهه. فاذا ازيد انا بالفلفل الاسود خاصه الحبيبات هاي نعم ممكن يصير حار. قلب هذا الشكل هسه هنا اوكي. طيب شيخ عباس، يعني شنو الفرق بين الفلفل الاحمر والفلفل الاسود الفلفل الابيض؟ يعني اشوف كل اكله يحطوا لها نوعيه فلفل مختلفه، شنو أوكي. الفرق بيناتهم؟ الحراره تكون لو هسه مثلا الابيض انت الابيض والاحمر يكون للدجاج نعم يعني للحوم البيضاء، يكون الاسود وبهارات الخام هي تكون للحوم الحمراء. فكل فلفل له نكهه خاصه تكون وتشتغل ويا الماده اللي موجوده. هسه ممكن احنا الفلفل الاسود الابيض ما يشتغل ويا الفلفل الاحمر، حتكون يعطي نكهه غريبه يعني غير شكل. هسه هنا فلفل اخضر الحلو. يعني كلهم بدون ملح؟ لا بدون ملح أوكي. احنا نضيف الملح بالاخير. بس هنا اوكي عندي هنا الطماطه حتكون موجوده نضيفها. هسه اوكي الصبح من القعدوها مستوون هيك؟ لا يعني ماكو اشكال عباس، اذا كان عندنا مثلا بالايام الويكند خميس او جمعه بالعطله أوكي. بالعكس اصلا انا دائما اقول انه بكل جمعه انا لازم اتريق او اسوي ريوق بالبيت. شو تسوي الريوق سجاد؟ يعني حسب عباس، مرات اسوي بيض وطماطه او حسب اسوي مخلمه او البيض واخلي وياه الجبن المبروش، مرات زعتر اخلي فوق البيض، يعني كلش طيب يصير. بس سجات لازم تسوون هاي الاكلات اللي تسويها؟ لا بس اسوي بالفعل اسوي المخلمه اني عباس، بس تدري احنا لانه وقت دوام فما لحق انه صحيح اقعد من الصبح واسوي، احنا هنا أنا نجي نسوي هذا بيتنا الثاني اكيد هنا برشيد، احنا انت دائما تسوينا ونتعلم منك. بس انت وعدتينا بالشاي وما سويت شاي وملوخيه، اذا انت ما قلت لي راح اجيب لك ملوخيه وانا اسويها. جيب لنا الملوخيه حتى نسويها اوكي.
والله جيب ملوخية. شوف يعني مثلا بسوريا او بالاردن او بفلسطين يسوون على الدجاج الملوخيه، طيب ومصر يسوون الحمام. فانت شنو رايك انه بالحمام او الارانب او الدجاج؟ الاولى إيه؟ الحمام طيب اي اوكي. هسه احنا نخلي الملح شويه. هسه شو تريد نجيب؟ بكيفك انت، انا يعني اي وقت تحتاجني موجوده، حتى اذا تردني هسه هم موجوده، ما عندي اي اشكال. هسه هنا عندي البطاطا راح نسويها. بطاطا اوكي، كل فنجر هو يعني غير جاهز، راح اقطعه بهذا الشكل. قطع ناعم. سنة هنا اوكي، صار مثل طريقة الجبن المبروش تقريبا. ايه طبعا اكيد يعني. قريب. شنو الاضافات اللي راح تخليها فوق البوتيتا؟ فوق البوتيتا؟ اي شنو هي الاضافات؟ ما عندي، راح يكون جبن ورا ما يجهز عندي. اوكي راح اضيف الجبن. زين اكو جبن انه اثنين دا اشوف نوعين. اي نوعين جبن العرب. راح تخليهم اثنين هم؟ اثنيناتهم راح يصيرون بالصاج. اوكي. وبعدين هاي من تكبسها تشويها لو شنو؟ راح الفها بالخبز الصاج اللي هو انا موجود عندي. طيب نلف. هي مجرد راح تتحمص يعني. اوكي ونخليها بالمشبك اللي موجود هذا، وراح اخليها داخل الفرن. اسر هنا بدأت تجهز عندي، راح افرشها بهذا الشكل. هسه عندي البيض، هنا اوكي. ممكن احنا الدهن نتحكم به اللي يريد نخليه، ممكن الزبدة او زيت الزيتون او ما نخلي اي نوع من الدهون، ممكن الدهن اللي موجود للحم. طيب شيف عباس، نقدر نضيف اللية مثلا؟ اللية اي ممكن، انا خليت شوية من اللية تقريبا 50 غرام ضفت وياها. هم نكهة تكون، وهم يعني مثل أكيد تساعد يعني على الطبخ مثل الزيت والدهن. اكيد ماكو مشكلة. هسه هنا عندي البيض راح يكون موجود. زين حسب الرغبة راح يكون البيض، ايش قد اريد نخلي البيض ماكو مشكلة. والجبن حيكون بالاخير لو قبل؟ ايه الجبن يكون بالاخير. هسه نخلي الملح. هنا اوكي. نخلطها. زين عباس، انت صار لك ايش قد مسوينا باشا تقريبا قبل كم شهر؟ باشا؟ اي اذا نريد نحسبها احنا. شهرين ثلاثة؟ صار ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر صح؟ زين يعني انا اعرف انه اللي واحد يسوي الاكلة اكثر شيء اذا تريد تزيد عليها، يعني انه انا سويت اليوم مثلا اكله ما اسويها الا ما بعد 15 يوم، هاي اكثر شيء. 15 يوم دا اقول لك اكثر شيء ببالك تحكي. طيب ثلاث اشهر يعني شو تريد عباس بعد؟ شنو المنتظره؟ وخاصه الجو يعني بارد، لازم تنفع بهيك ايام، بالصيف حاره ما تنفع. عباس اكو مشاهدين تابعونا وشافوني وقت ما انت سويت الباكه. اوكي. اكو مشاهدين نقدر نسميهم مشاهدين الجديدين اللي تابعونا بالجديد، خلينا نقول ما شافوا الباكه؟ ما شافوا الباكه. فاني انا وصلني مسج، انا ماني دخل، انا علي وصلت لك. اوكي. وهاي امانه. هاي. قالوا انه وصلي للشيف عباس خليه يكرر لنا الغداء والباكه وشنو طريقتها وشنو المقادير مالتها. اوكي راح نحكي احنا المقادير ماكو مشكله. بس هم يريدون يشوفون عملي. اوكي راح اجيب صوره مال باكر اعرضها. يا عباس شلونك راح تسوي لنا غير نعرف؟ ان شاء الله خلي يكون فد اي فد خمس اشهر. عيد الحب. لا عشت عيد فالنتاين. لا ما ترحم ابد عباس. هذا لنا كيكه بعيدة، هاي الكيكه اللي قلت لي عليها راح اخلص منها بعيد الحب. بالفالنتاين يعني شوف سجا حيسوي مال عيد ميلادك وعيد الحب شلون وقت واحد؟ لا اطلبك سجا كيكتين ما يصير، واحدة لعيد الحب واحدة لعيد ميلاد، هتا وعدتها ما يصير. اي لعد شنو انا دافع لها ما يصير. عباس احنا نريد من عندك يعني
اذا الله راد الاسبوع الجاي او مو هذا الاسبوع، هو ما بقى شيء كلها كم يوم ويخلص الاسبوع، انه المشاهدين رادوا من عندك تسوي لهم الباتشا والمقادير. انت بعد بكيفك، هاي انت راح تصير اشكال انت والمشاهدين، انا مالي دخل. هاي اوكي، احنا نعوفهم عليك وهم انت اجازه بعد. هاي زين، انا راح اجيب الباتشا وانت تطبخيه هنا وانا اوقف. انا ما اعرف اطبخه والله يا عم. لا تعرفين؟ لا، لو اعرف تدربيه ما راح اقصر. تعرف تسوي الباتشا؟ بس اذا ممكن انك انه انا اوقف يعني يمك بالمطبخ وتعلمني، ماكو اشكال انه اساعدك. لا ماكو مشكلة. بعد انت سيد العمل مثل ما يقولوها، انت شيف. ايه ايه، انا حاقف هنا مشرف. ايه اقول لك هيك خلي هيك خلي. طيب أوكي. شنو صار بالاكل هسه؟ خلينا البيض واللحم اللي موجود يستوي. ايه يجهز عندي. جهز ولا بعد يراجع؟ هسه بعد على ما يجهز عندي. زين، اكو شيء تريد تضيف له بعد شيء؟ راح انتظر على ما يجهز، راح اخليه الجبن فوقه. اتركك يا عباس، احنا اكيد عندنا حالات الطقس لهذا اليوم حتى نتعرف عليها في العاصمه بغداد والدول العربيه والاوروبيه. خلينا نشوف شنو هي حالات الطقس موجوده. هي اللحم والبصل والبتيت اللي سويناها والطماطم هسه هنا. اوكي، هنا يكون عندي الجبن، ما نخبط الجبن وياها، فراح نشتغل. عندي هنا المشبك يكون هو للصاج، خليه بهذا الشكل. هنا عندي الجبن نوعين، جبن العرب هسه هنا. اوكي، نجي نطبقها بهذا الشكل وندوسها. اوكي، نكمل بهذا الشكل. جبن، قلنا نوعين من الجبن، ندوسه بهذا الشكل، خليها بصف هنا. حلو، اوكي سجع. اوكي هسه يوم سألتوني على الغداء، احنا ننتظرك تخلص شوف عباس الفطور حتى المشاهد يكون ما يرتبك بين الغداء ويلخبط بين الفطور. فاكيد بعد شوي انت بس تخلص الفطور راح تحكي لهم شنو هي مقادير الطبخه لهذا اليوم. اوكي، شوي ندوسها بقوه حتى ما يصير عندنا الحشوه راخيه. بهذا الشكل والجبن، جبن ممكن احنا اي نوع من الجبن نقدر نخليه حتى لو يكون نوع واحد. هنا حلو، راح اظلك مستمر بهاي الطريقه. اي طبعا، راح بهذا الشكل. طيب انت بعد ما تستمر بهاي الطريقه كلهم راح تسويهم، بس انك مجرد تخليها بالفرن ممكن تخليها طبعا اكيد. طيب، تقريبا ربع ساعه تكون عندي جاهزه. شنو رايك انت وتسويها، بس تحكي لنا شويه عن مقادير الغداء حتى احنا اكيد نكون مستمرين بالبرنامج مالتنا. اوكي، نحكي على الغداء اللي هو يكون احنا عندي الشجر المحشي باللبنه. نعم. اللي هو الكوسه موجوده، راح يكون عندي هنا الشجر مقطع هنا منظف وكامل. أيوة. راح يكون عندي اللبن هنا، لبن الزبادي، البصل واللحم هنا عندي ليه، وهنا يكون اللحم عندي، وهنا التوابل الفلفل الاسود والفلفل الخام، كمون، كركم، ثوم، هنا الكاري موجود ويانا يعني، راح يكون ملعقتين نشا حنضيفه ويا اللبن. طيب اسالك شيف عباس، شنو فائده اللبن؟ يعني حتزيد الحموضه بالاكل ولا شنو؟ اللبن راح يعطي طعم اكيد غير شكل ويا الشجر، اكيد يشتغل ويا الشجر. ممكن هو والصلصه الحمراء اللي ممكن احنا نقدر نضيفها مكان اللبن.
غسل هنا اوكي وبهذا الشكل كمل. بقت عندنا هاي القطع هنا حلو والجبن. حب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان، وتكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم وحداق أغصان الزيتون. هسه هنا هسه هنا حلو نطبقها، فما راح نشويها زايد لان هو المواد اللي بداخلها تكون عندنا جاهزه. عندنا شويه ناخذ فرشه من الزيت شويه نزيتها حتى ما تيبس عندنا. زيت الزيتون حيكون اكيد، ممكن زيت الزيتون او اي زيت او زبده تكون عاديه. هاي القطعه هناك بالزيت شويه وبهذا الشكل نجي نطبقها. هنا اوكي نقلبها بهذا الشكل. هنا حلو متفقين هنا اوكي. طيب زين هاي درجة الحرارة ايش قد تكون؟ تكون على 200 خليها فوق وجوا شغليها. ايش قد تبقى بالفرن وقتها؟ تقريبا يكون ربع ساعه يكون عندي جاهز. هسه هنا عند الفرن مشتغل، فممكن احنا الدهن اليوقع او اي نوع من الماي اللي يكون للخضار ممكن يوقع باسفل الصينيه. دائما اخلي الصينيه تكون جوا حتى اي مواد توقع من الصاج ماي الخضار او الدهن اللي موجود للحم راح قبل بالصينيه. خليناه بهذا الشكل، راح ننتظرها على الماء تجهز عندنا وتكون الامور. عاشت ايدك يا شيف عباس، اكيد احنا نرجع لك بعد ما نروح نكمل فقره برنامج يوم جديد، لكن اكيد راح نوصل او وصلنا لفقره الرياضه والفتنس مع ماريان اليوم راح نشوف. نعم مشاهدينا اكيد وصلنا لاهم فقراتنا وهي فقره الشيف عباس فقره المطبخ. خلينا نشوف عباس اليوم شنو محضر لنا بالغداء، اكيد راح نستمتع مع شيف عباس ونستقبل كل اتصالاتكم مشاهدينا. نعم مشاهدينا رجعنا وياكم من جديد، واكيد شيف عباس منتظر انه اني اخلص واسلم الجو حتى هو يسوي لكم اليوم الكوسه. وده تشوفون التحضيرات موجوده، هذه الكوسه محفوره وكامله ومجهزه، والحشوه ايضا اللي مسوي لكم اياها شيف عباس كامله. معناتها احنا بس نستقبل اتصالاتكم والارقام راح تكون موجوده لكم اسفل الشاشه. حابين نسمع صوتكم وحابين نسمع انه تقولوا لي شيف عباس ان الاسبوع الجاي يسوي لنا باكر، تفضل يا عباس. ليش عندي انا على الباكر؟ انا يا هاي المشاهدين امنوني اقول لك اياها. اوكي اذا صار عندك خمسه اي
يقولون باكر خمسه متصلين. خمسه معناته احنا نريد خمس متصلين يخابرونا اذا ممكن. يعني يا مخرج تفتح لنا الاتصالات حتى يقولون باكر الاسبوع الجاي. خمسه اذا قالوا باكر انا اسوي باكر. يلا تمام. ها هي يلا لك الجو، تفضل خلينا نشوف ايش راح تسوي اليوم. اوكي اليوم راح نشتغل يا سجا الكوسه اللي هي اللبن اللي يكون شجر طبعا. محشي باللحمه واللبن. نعم. راح يكون الصلصه اللبن ويكون عند اللحمه هنا موجوده. راح يكون هنا عندي اللبن الزبادي. نعم. وراح يكون ويانا ملعقتين نشا. اوكي. وراح يكون ويانا هنا البصل. نعم. وهنا شويه من المعدنوس والتوابل اللي موجوده اللي هي الكركم والكاري، هنا شويه من الثوم والامور ماشيه. يلا قول بسم الله. يلا قول بسم الله. اوكي. يلا جلس. هسه نجي هنا عندنا هنا الزيت، لازم نخلي الزيت يكون شويه الحراره مالته عاليه. هنا عندي اللحم. اللحم راح يكون عندي اللحم مطبوخ اللي هو لحم الغنم، شويه من اللي هنا والبصل طبخته وجهزته صار عندي. طيب احنا نطلب معناته من عدي. يا عدي اوكي. هسه نجي هنا انه يجي ناخذ المقادير على الشاشه اللي هي للكوسه اللي موجوده. شو تريد من عدي انت هسه؟ قلت عدي شو تريد منه؟ المقادير موجوده شوفيها على الشاشه. لا هسه المقادير محضرين اياها، انا بدي اعرف شو تريد من عدي. على مد اي يسوي لنا زوم على الاكلاتك. طيب خلينا نحكي هسه ارجع على عدي، خلينا نشوف كوسه باللبن اللي هو لحم اجل مفروم نص كيلو وشجر 1 كيلو واللي مفرومه 200 جرام وبصل مفروم 3 حبايات ولبن زبادي 1 كيلو ونشا ملعقتين كبيره ومي كوبين وكركم وكاري والكمون والفلفل الاسود وحده ملعقه طعام واخر شيء رشه ملح واكيد ننتظر عدي حتى يكون يسوي لنا زوم على الاكلات حتى نشوف شنو مسوي. هذا اللبن جاهز. هذا اللبن جاهز. هسه بالبدايه راح نشتغل يا سجا. نعم. عندي هنا اللحم راح يكون موجود. اعبي لك اياه. وهنا راح يكون عندي هاي الفتحات حتى نقليه. يعني خمو بطيئه. شنو عباس ساعدني هسه انا وياك تمام. اوكي يلا. لازم من اللحم هنا اي اوكي هنا أوكي. أوكي. اي أوكي. طيب شنو السالفه؟ نحشيها عمي شنو السالفه هاي علي قعدت عشاير ترى شنو ما نعرف نطبخ الحين. اوكي مثل ما نحب نذكر يكون طبعا. هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان. شوفوا. اوكي هاي وتكون هاي الاكله جميله برعاية مطعم واحد اغصان الزيتون. لا احنا نرجعها نفس المكان. يلا هنا ايش عندي باعي يا سجا عندي الشعب هاي نقبغها. اي راح الشعب عباس انت تذكرني بالدولمة صراحة. شو راح يكون هو القبق؟ راح ينزل بالعكس بهذا الشكل. اها هيكي. حلو. اوكي نزل عندنا بهذا بالعكس صار عندنا بهذا الشكل. ساتية محشية ويكون هو هذا أنا القبق بالعكس. انا انطيك معناتها شوية راح افرغ لك منها. لا لا اوكي ماكو مشكلة. ها عادي اذا اسوي. اي ماكو مشكلة. يلا انا انطيك هاي وانت تسدها. اوكي. يلا خل اسوي سريع معناتها. استمر بهذا الشكل. هنا حلو مثل ما تشوفون عندي هنا شويه البصل راح يكون زين موجود. شنو الفرق بين هذا الشيخ محشي وهذا؟ شنو الفرق؟ الشيخ محشي من نزل ويا الرز صار عندنا الشيخ محشي. يعني اذا انخلط ويا هاي الحشوه بس الرز معناته الشيخ محشي صار جاهز. اوكي تكون المواد تختلف اكيد. بس هنا يلا استعجل يا سجل. شنو السالفه يا يمه يتامر علي بعد؟ طيب اكيد بس حشيها زين. الاتصالات اليوم كلها راح اخذها. اوكي وكلها راح يقولون نريد باكر عباس تماما مع سجا. جنات يا ام جنات. ام جنات صباح الخير. هلا صباح النور. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. اوكي شلونك؟ شلون سجاوي؟ شلون اخبارك؟ والله الحمد لله. الله يخليك يمريني الغاليه. لا لا احمد الله. الكيكه الاسفنجي اللي تخلط مع حمامي. شلون؟ الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه. اوكي. تخلط مع حمام. شلون؟ دخلها؟ حمام مائي. ها ها الحمام ها ها اوكي اوكي. يكون موجود البخار عندك بالفرن؟ نعم. موجود؟ ممكن ندخلها ماكو اي مشكله. بالعكس بعد يكون احسن. تسلم اخوي. الله يخليك. اريد مقادير العوامات. العوامات؟ اوكي ممكن احنا نلقاها هسه موجوده راح نعرض لك اياها على الشاشه. شكرا لك يا الغاليه نورتيني. هسه مثل ما جه. نجي هنا ونحشي بهذا الشكل. طيب اخذ اتصال فاطمه. اوكي ناخذ فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.
شيخ عباس. يا فاطمة شلونك، شو اخبارك؟ زينة الحمد لله. الله يحفظك يا الغالي، امريني. حابة طلع لنا وصفة البيتزا. البيتزا؟ اوكي. اوكي، وفراس يقول تأمرني امر. مخرج فراس يقول تأمرني امر البيتزا. شكرا لك يا الغالية. طبعا فراس يكره مقادير البيتزا. مقادير البيتزا موجب، عندنا مروة من ذي قار. اوكي ناخذ مروة من ذي قار. يلا يا سجا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخ عباس؟ شلونك، شو اخبارك؟ اسال عنك. الله يحفظك يا الغالية. ممكن مكونات الكيكة الباردة؟ الكيكة الباردة؟ ايه. اوكي انتظرين ان شاء الله بهذا الاسبوع راح اشتغل لك الكيكة الباردة. شيخ عباس من خطتك شوية. شلون؟ من خطتك شوية، ممكن يعني تسويها بالبرنامج تعملها؟ اوه طبعا راح نشتغلها بالبرنامج تمرين امر. يعني بهذا الاسبوع؟ بهذا الاسبوع صح. شكرا. شكرا لك يا الغالي. ناخذ ام علي من الكوت. يا ام علاوي. يلا شلون شيخ عباس؟ شلون شو اخبارك؟ إذا ممكن يا أم علي تنظم صوت التلفزيون. صباح الخير أم علاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو أخبارك؟ الحمد لله زين تمام. شلون سجع عيوني؟ أنا تمام، أنت شلونك أم علاوي؟ شلونكم زيني؟ الله يخليك يا غالية. بخير. أسيدك على المحشي. ويدك، ويدك يا الغالية. إن شاء الله نجربه اليوم، هو إحنا بنسوي محشي. آه. بتسوون محشي اليوم أنتو؟ اي بس مشكل يا فلفل وباذنجان وطماطه. ها ها يعني غير شكل. اي اوكي. بس بالمعجون مو بال. ها بالمعجون. اي اوكي بالعافيه. ممكن سؤال؟ ممكن شنو سؤال؟ جواب. اي مو مقادير الدولمه. مقادير الدولمه مو اللي تقدم مسويه محشي اليوم امورك عدله. البهارات يعني وهاي البهارات اللي هي راح نقدر نضيفها، اللي هي الكركم والكاري وشويه من الثوم وشويه من الكمون نضيف لها، وشويه فلفل اسود نقدر نضيف، والدبس الرمان اللي موجود عندنا، ممكن شويه فلفل احمر بودره. شكرا لك يا الغالي. خلصت لك يا هسه هنا. اوكي اكو بعد وحده هنا. خلصنا احنا، اكو شيء ناقص؟ تاكد كامل. هاي بقت يمك. ناخذ هسه هنا. اوكي حنصفطها بهذا الشكل هنا. اي طيب ام نبأ صباح الخير. ناخذ ام نبأ هسه هنا. اوكي ام نبأ صباح الخير. راح نجي صباح الخيرات حبيبتي سجاوي. حبيبتي ام نبأ انت شلونك؟ الحمد لله ان شاء الله يا رب دوم. قولي لنا شو مسوي غدا اليوم؟ شلونك شيخ عباس؟ شلونك اخبارك؟ شلون امورك؟ الله يخليك. امريني يا الغالي. اليوم سمعنا تريد تسوي اسبوع الجاي باكر ان شاء الله. والله انت انقذتيني صراحه. وهو ما يقبل يسوي باكر، وانا قلت له المشاهدين يريدون تسوي الاسبوع الجاي باكر، يعني تأيديني ام نبأ؟ في عباس توعدتني خابت قبل 3 اسابيع تقريبا. انا قلت لك تسوي كبابيات مال الباكر. كبابيات؟ ها الكيماويات او اسوي بس ما سويت لنا. صار تمرين امر. هو راح يسوي لك الاسبوع الجاي باكر. وراح اسوي لك اياها تمرين. اوكي. كيبايات شكرا لك. بس عندي ناس زيت يكون حار. هنا يكون الزيت. هنا اوكي. عباس ترجع اتركك انت؟ اوكي انت براحتك. اني راح اتركك بس قاعد اشوف الهاي قبل ما اطلع زي يصير هنا. مثل ما تشوفين. بنقليها بهذا الشكل. تمام. وهي ثابته. اني اول مره اشوف بهاي الطريقه تقليها. اوكي. شفتي شلون؟ صباح الخير ام سجاد. صباح الخير. صباح النور. هسه هنا راح نحولها شويه للفرن. ام سجاد صباح الخير. يا ام سجود. حنور مطقش عباس. اي نعم تفضلي. شوف عباس يسمعك. بس بلا زحمه الكيكه الاسفنجيه منا اخليها بالفرن وارجع القاها نازله، شنو السبب؟ السبب هو يكون ممكن بالفرن مالتش. الفرن احنا الفرن والخليط يكون لازم جيد، تقريبا الخليط ياخذ 7 دقائق للخلط مالتها حتى تنفش عندنا، من تنفش الماده عندنا البيض والمواد والحليب اللي خلتيه راح يكون اكثر من القوام اللي ضفتيه، يعني يكون عاليه، داش الحراره تكون 180 بس الجو تستوي عندنا الكيكه 180 بس الجو تستوي عندنا الكيكه نص ساعه
35 دقيقة نطفيه ونبقيها داخل الفرن ما نطلعها. أنا أخليها بالفرن ما أفتح الفرن بس أوكي. منها جاي أطلعها من الفرن ألقاها نازلة. ما نطلعها قبل الهواء، ما نخليها قبل يضربها الهواء. ومنطلعيها الكيكة أقلبيها قلب القالب هذا الشكل، يعني خليه وقفيه بهذا الشكل ما تخلي نايم القالب على الحطة مالته. من يطلع تنقلب يكون بهذا الشكل. وعفي تقريبا 10 دقائق تكون اوكي. اوكي شكرا لاتصالك قبل ما اتركك يا عباس. طبعا عباس دائما يقول اني اكثر شيء يجيني الكيكه الاسفنجي والبيتزا، اذا تلاحظ يعني دائما احنا تجينا تساؤلات انه شلون نسوي البيتزا وشلون نسوي الكيكه الاسفنجيه. طبعا حابه اقول انه اللي دائما ما لحق يتابع شيف عباس سواء كان بفقره الفطور او فقره الغداء اكيد راح تدخلون على موقع رشيد او على اليوتيوب او على صفحه عباس راح تلاقون كل المقادير موجوده لكم. أكيد سواء كانت اذا الكيكه الاسفنجيه او اذا كانت البيتزا او اي شيء انتم حابين. انا راح اترك الشيف عباس يكمل طبخته واكيد راح ارجع وياه حتى نكمل ونختم البرنامج مع مسك الختام. شيف عباس الك الجو، انا اتركك مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا اخذنا الشجر خليناه داخل الفرن وخلينا الدهن حار، وناخذ فاطمه من بغداد. لهنا خلينا البصل الناعم، راحت فاطمه. خلينا شويه بصل ناعم هذا الشكل شويه نحمصه. عندنا هنا مي يغلي، خلي مي شويه يغلي حتى نقدر نستعمله لصلصه اللبن اللي موجوده. ناخذنا نظره على ينقلي الشجر يكون اموره اوكي. ناخذ منتظر من كربلاء. الو صباح الخير. صباح الخير حبيبي الغالي، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ منور اليوم. نورك يا الغالي، نورك هذا يا الطيب. الله يحفظك. الله يحفظك. اريد اليوم اعرف هاي الاكله اللي سويتها شيخ محشي مكتونه شنو هاي؟ اليوم هي اسمها الاصليه هي اسمها الكوسه باللبن تكون، فيكون الحشوه مالتها لحم شجر هو والحشوه مالتها لحم ودنقليه هسه. انا داقليه ما داقليه قبل، ممكن احنا نقليه بهذا الشكل، ممكن نقليه بالفرن. داقليه بالفرن، خليت الدين يكون حار، خليته فوقها وخليته بداخل الفرن. وراها راح احوله للصلصه اللي دا اشتغل بيها هسه، وانت اكيد متابعني ودا اشوف. بس الشجر مو؟ بس الشجر، بس الشجر محشي لحم. محشي هي اللحمه هاي اللي سويتها هسه قدامكم موجوده، اللي هي لحم الغنم، والتوابل راح نحكي على التوابل موجوده للحم وراح نضيفها للبن. يا الغالي نورتني. هسه هنا عندنا هنا النشا، عندنا هنا الكركم، عندي هنا الكمون والثوم والفلفل والكركم موجود ويانا والملح. وناخذ رند من بغداد. عندي هنا ثنيه سوم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا رند، شخبارك؟ شخبارك شلونك؟ الحمد لله طبعا. واخيرا انا حصلتك، كل ما اتصل مشغول. ان شاء الله اكيد مرات يزخم اتصالات يكونوا. الله يخليك يا الغالي، من ذوقك يا طيبه. كلش احبكم. شكرا لك يا الغاليه، من ذوقك يا طيبه. حيل احب طبخاتي. شو اليوم شو تعلمت الطبخين؟ ها؟ شو تعلمت الطبخين؟ اصلا انا ما اطبخ. ليش؟ بس ابا انا انسادس وما لحق. يعني ما تطبخين ابد؟ ابد ولا اطبخ. والله، منو بالبيت يطبخون منو؟ ماما توكلك؟ اي ماما تطبخ. اوكي. واختي يعني ما لي دخل باي شيء. ابد. والله. تحبين البيتزا مو؟ اتابعك. اتابعك على مدة ابتسامتك بس. شكرا لك يا الغالي، نورتيني، شكرا. من ذوقك يا طيبة، شكرا. هسه هنا نخلي الثوم بهذا الشكل. نخلي الثوم بهذا الشكل. خلينا الثوم وشوية من البصل. وين فرص؟ هنا خلينا بصل هنا ناعم، بصل ضربناه بالخلاط، ممكن الـ يكون الخلاط اليدوي او السكينه الناعمه. خلينا الثوم والبصل حاليا، التوابل نفسها اللي ضفناها للحم هذا الموجود. ناخذ هنا شويه من الفلفل الحار، هنا شويه الـ يكون الكاري والكركم. طبعا الكركم احبكم اني، كمون، وهنا عندي فلفل اسود. هنا اوكي الامور مشت عندنا، بقى عندنا الملح هنا والنشا موجود، راح يكون عندنا مي دافي. هسه هنا ناخذ نور من بغداد.
يا نور عسيدك علي الطبخة. ويدك ويدك يا الغالية. ممكن أعرف أعمل طريقة زنود الست؟ زنود الست؟ والمقادير مالتها. أوكي راح نشتغل زنود الست الأسبوع الجاي إن شاء الله. تمرين أمر. شكرا لك يا الغالية. نورتيني. نار هنا هسه حمصنا البصل. حمصنا البصل. صارت الأمور. شو تقول يا عدي؟ ألو. عدي يقول تعجبني ريحة البصل والثوم من يتحمصن. هسه هنا أوكي. راح نجي الصلصة ممكن احنا موجودة بها الحشوة اللي نفسها تكون للشجر. ناخذ شوية من اللحم. لهنا حلو. صارت الأمور أوكي. تكون صلصة اللبن بها هاي اللحمة. نجي هنا ناخذ شوية من المعدنوس. أوكي. معدنوس ناعم. ونقلب هذا الشكل. هسه نجي هنا اجى وقت اللبن. نجي ناخذ اللبن. قلنا اللبن الزبادي راح يكون عندنا موجود. شو تقول يا فاروس؟ هنا اللبن راح نضيف اللبن بهذا الشكل. لبن يا حبيبي. هنا ناخذ نادية من ميسان. شلونك؟ شو اخبارك يا نادية؟ اسال عليك. الحمد لله. شلونك؟ والله ماشية الامور. الحمد لله الحمد لله. الله يخليك. امريني يا الغالية. ما يمر عليك ظالم. الشجر سلكته لو خليته انا حطته. شنو؟ الشجر. الشجر؟ لا لا الشجر ما سالقه اصلا. بس حفرته وحشيته اللحمه. لا ماكو فرن ماكو كهرباء. لا نقليه اي نقليه ماكو اي مشكله. نخليه بالدهن يعني نحمي الدهن ونقلي وحده ولا لا. انا كان ببالي هيك اسوي بس ممكن انا عندي الفرن موجود بس حميت الدهن خليت الدهن يكون حرارته عاليه وخليته قبل فوقه مثل ما شفتيني ورجعته. احنا شفنا الكلاوي. شنو؟ الكلام على كيفي؟ اي بس احكي على كلام ما اقدر انا احكي. الله يخليك. الله يخليك ان شاء الله تروح بيت الله الشريف. اشكرك يا الغالية. يا الله يخليك. سلمي على الكادر. يسلمون عليك يا الغالية. شكرا لك. هسه مثل ما شفتوا هسه اجى وقت المي. خلينا اللبن اجى وقت المي الحار يكون عندي موجود هنا. اوكي نعم اوكي ماكو مشكله. هسه نجي هنا ناخذ نخلي المي تقريبا خلينا نقول فد كوبين او كوب ونصف من المي. هنا مي موجود يمنا شو وقت مريض. اول شيء نخلي شيء قليل نشوف الامور عندنا هنا. حرك هسه راح ناخذ المقادير على الشاشه اللي هي الكوسه باللبن. راح تكون على الشاشه مثل ما تشوفون اللي هو الشجر 1 كيلو، لحم عجل مفروم نصف الكيلو، لي راح تكون عندي 200 غرام، راح نحمص اللي والبصل سوية الناعم ونخلي اللحم وياه يعني حتى نطبخه. راح يكون عندي اللبن الزبادي اللي مثل ما شفتوا ضفناه، والنشا 2 ملعقه كبيره راح يكون موجوده هسه حنضيفها قدامكم. والماء 2 كوب والكركم التتبيله نفسها اللي ضفناها للحم تحميص اللحم راح نضيفها نفس هسه هنا. اوكي نجي نحرك بهذا الشكل هنا. اوكي راح يكون عندي هنا النشا خلينا النشا وراح نخبط بهذا الشكل. هنا راح يكون عندي الملح. ضفنا الملح ضروري يكون الملح
ونخلط بهذا الشكل نبدي. سوينا الصلصة اللي موجودة مثل ما شفتوا. حب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان، وتكون هاي الأكلة جميلة برعاية مطعم وحدائق أغصان الزيتون. هسه هنا أمورنا ماشية، شو تقول عدي؟ أوكي، نجي هنا نبدي نخبط، راح يبدي يقوم يشد عندنا. ناخذ ايفين من بغداد. صباح الخير. صباح الخير، شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك، ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. اسال عليك يا الغالي. العفو عليك، تحياتي لك للكادر. الله يخليه، يسلمون عليك كادر كله يا طيبه. عمرين. وعليكم السلام. ما عليك فعلا. بس سؤال، ليش يعني من الشيخ محسن يعني مثلا باذنجان او شجر ما يستوي كامل، شنو المشكلة؟ شنو بالأخير شوي؟ ما يستوي كامل؟ يعني كامل. أوكي، ما يستوي كامل. إحنا شيخ المحشي إذا نريد نسوي نقلي الباذنجان، أوكي، والشجر مثل ما ممكن إحنا شفت شلون قليت الشجر أنا، نقلي هذين المواد اللي تكون قوية، والبوتيتا راح تكون موجودة، ممكن نقليها ونحشيها ونخلي المي. إحنا ما نريد نخلي الشيخ محشي داتشينا قبل بالمواد، ومن نخلي الصلصه ما راح تنزل جوه وراح تبقى نص بيها ونص ما بيها، لا راح نخليها يكون شويه بيها يعني بيها فتحات حتى تنزل الصلصه اللي موجوده. نحرك الجدر قبل لا نخليه على النار، نحركه وكل ما هو جاهز على النار يفور، نجي كل شويه نحرك الجدر حتى الصلصه تكون بداخل المواد اللي موجوده ويانا بالجدر. شكرا. شكرا لك يا الغاليه، نورتيني. هسه هنا مثل ما شفتوا صار هذا القوام، نجانا عدي شوفكم، نجي هنا يكون هذا اللبن، يكون خليت له اللحم، يكون هذا باللحمه اللبن والكركم والكار شويه من التوابل، راح تكون صلصه روعه. شويه من المعدنوس. هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا، نجي هنا نطلع الشجر ونشوف الامور شلون راح تكون. الله، عدي يقول لا عوف انا اجي اطلع لك البلانكو. قلت لا عدي سوى عليك زحمه، قال لي لا هذا الشكل. قليناه، هسه راح نجي ناخذ قطعة ورا الأخ بهذا الشكل. ناخذ أم أمير من بغداد. ألو. ألو يا أم أمير، شلونك عباس؟ شلونك، شو أخبارك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. عافية عافية. شو تريدين؟ الحمد لله الله يسلمك. إيش ردتي؟ بس صوت التلفزيون ممكن. الباكه؟ اي أيوة والله الباكه بدنا مستهيته وما حد يسويها اليه. هاتي من جماعه السجا طبعا. اي والله الباكه. تقولي والله الباكه. صار صار ان شاء الله نشتغل الباكه يا الغاليه. تدلك قلبك اكلك كلش طيب، عافيك. الله يحفظك يا طيبه. شكرا لك، نورتيني. هنا اوكي، نخليها بالصلصه. أكيد الشجر منتهي من تقلاه والفرن اللي خليناه بالفرن أكيد، والفرن ممكن يحجب يحصل البخار اللي موجود عندنا. نسأل هنا أوكي، هنا أوكي حلو. ناخذ أشواق من الأنبار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أشواق. كيف تفضل؟ شلون أخبارك؟ الله يسلمك. أنا جاب طرف البيتزا. البيتزا؟ أوكي أوكي، فروس يقول تأمرني أمر. أوكي، راح ناخذ مقادير البيتزا حتى تكون الأمور بيتزا اليوم، اليوم أمورنا تكون بيتزا.
هسه مثل ما تشوفون جهز عندي بهذا الشكل هذا حتى نجي نغطيه. حرك شويه الجذر وناخذ البيتزا على الشاشه اللي هي راح تكون عندي طحين نصف الكيلو، بيكنج باودر 1 ملعقه طعام، فانيلا 1 ملعقه طعام، سكر 2 ملعقه طعام، خميره 1 ملعقه كوب راح يكون ممكن طعام مثلي، حليب نصف الكوب، سائل ممكن ملعقتين حليب البودره ماكو مشكله. راح يكون عندي زيت الزيتون 5 ملعقه طعام، وبيضه واحده ممكن نصف البيضه ممكن منخل البيض ماكو اي مشكله، راح يكون عندي الملح موجود والامور ماشيه. هسه لهنا اوكي. راح نجي نشوف الامور شو راح تكون. هسه جهز عندي حتى انتظر على الماء نصبه. حتى نعصر الليمون وياه تكون امورنا ماشيه. نجي نحرك. مثل ما شفتوا هسه لهنا اوكي. مثل ما نحب نذكركم هذا البرنامج رعايه مطابخ السنديان، وتكون هاي الاكله بعد مطعم وحدائق صان الزيتون. شفتوا اللبن اللي ضفته انا هو يكون اللبن الزبادي، كل لبن عادي، وضفناه هنا ويا حمصنا البصل ويا والمعدنوس وخلينا المي الدافي. عفوا ناخذ زهراء. منو يا؟ يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك يا زهراء؟ الحمد لله، شلونك؟ الله يخليك يا طيبه. ممكن لو سمحت تعطلي؟ الداطلي؟ ايه اوكي، ناخذ مقاديره ونشوف الداطلي، ممكن تاخذي له صوره حتى تكون اموره اوكي. شو تقول يا شملي؟ شكرا لك يا الغالي. هسه هنا اوكي بدا يجهز عندي، هنا ناخذ الداطلي. ناكل عندي طحين كوب وربع، زيت نباتي ربع الكوب، راح اكيد الزيت النباتي راح نخليه بالجدر، والفانيلا ملعقه كوب، نشا ملعقه طعام، والشيره ربع الكوب. هذني ثلاثة راح نخليهن على النار، المواد السائلة والماء واحد كوب سوية ذني، وراح نضيف بالتدريج الطحين الكوب والفانيلا نخبطهن سوية والنشا العفو ونخبطهن ونخلي بالتدريج أول ما يحمى عندنا النشا الزيت والمي راح نخليه بالتدريج ونخبط على ما يكون عندنا عجينة غير متلكلكة، يعني يكون عجينة حلوة. هسه ناخذ نور من واسط. يا نور. نور. الو. الو يا نور شلونك؟ الو. الو وياك نور. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله، شلونك عيني؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله عيني. نور ممكن صوت التلفزيون شوية؟ الحمد لله. ممكن تسالم شوية؟ أنا بس أريد أن المواد مال الكيكة الإسفنجية. المواد الكيكة الإسفنجية؟ إي يعني. أوكي، راح ناخذها على الشاشة ونشوفك شلون تكون مواد الكيكة الإسفنجية. وهاي تكون على الشاشة الكيكة الإسفنجية. أوكي، اللي هو يكون عندي طحين 3 كوب، بيض 10 بيض راح يكون عندي، حليب 1 كوب. زبدة 1 كوب، راح يكون عندي الكاكاو البودرة 1 ملعقة طعام، سكر 2 كوب، بيكنج باودر ربع الكوب، فانيلا 1 ملعقة كبيرة، والخل الأبيض راح يكون عندي 1 ملعقة طعام، والملح. عفوا. هسه نجي هنا راح نصب. نصب أنا وعدي، راح نصب اليوم. أنا وعدي بس. إيه بس أنا وعدي. يوم بس انا وعدي. شفتوا بس انا وعدي اليوم نصوب وناكل. عدي جايب خبز؟ ليش؟ اوكي. هنا اوكي. عدي اليوم بس انا وياك.
اي ما حد ياكل يانا، لا سجا ولا اي واحد. اي ماكو سجا تدور باكه ما. فقلت على اساس عندي متصلين اللي هي عندها يخابرون خمسه يردون الباكه، فللاسف كانوا بس اثنين وتدلل علينا سجا. عباس تدلل علينا انه اني ما انطي شي سجا، واني اللي خليتي هنا الحشوه على فكره. انا قلت ايش عدي؟ ايش قلت انا؟ عادي نسوي اعاده للحلقه وراح نشوف، ما راح يقصون شيء، احنا مباشر. عشت ايدك عباس، شكل حلو واكيد الاكله طيبه، احنا مو اول مره نجربين اكلاتك، دائما معودنا على هاي الاكلات الحلوه يا الغاليه. باكر شنو راح تسوي لنا شيف عباس؟ شنو ببالك تسوي؟ هسه خليه يخلص مال اليوم. لا هو خلصها هي بعد، احنا ما بقى كلها ثلاث دقائق دقيقتين خلصنا بعد. شنو ببالك تسوي؟ باكر بعد خلينا نشوف. ما مقرر. ما مقرر. حسب المواد اللي متوفره عندي. هسه لهنا اوكي. عشت ايدك. ويدش راح نجي هنا ناخذ اللي الصلصه اللي موجوده. حتخليها فوقها. بهذا الشكل. لهنا اوكي مثل ما. عشت ايدك يا شيف عباس. ويدش الغالي. طيب انا اتركك انت تخلص اكلاتك، واكيد هاي الاكله برعايه مطعم وحدائق اغصان الزيتون، وما ننسى الديكور والمطبخ من مطبخ السنديان. شكرا لك يا شيف عباس، اتمنى لكم اطيب الاوقات. ان شاء الله انو استمتعتوا اليوم ويانا بهاي حلقتنا من برنامج يوم جديد، معوديكم فقراتنا دائما تكون بتالق وتجديد من برنامجنا لهذا اليوم. اكيد باكر راح تنتظرونا بحلقه جديده على مدار 3 ساعات من 9 إلى 12 بث مباشر. محبتي لكم سجد ليمي، في امان الله، باي باي.